خلينا بقى نروح دلوقتي لمقر النادي الاهلي بالجزيره ومراسلتنا منى المنيسي عشان زي ما احنا متعودين نتعرف على اخر المستجدات الخاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه. يا منى بونجور، صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة من المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة. نهاندا خليني اقول لك درجه الحراره دلوقتي من داخل النادي 35 درجه، بس الجو يمكن حر شويه عن الايام اللي فاتت، ولكن في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي متواجد النهارده في الساعات الاولى من صباح اليوم علشان يستمتعوا بوقتهم في النادي. يعني يمكن جو حر ويمكن الهواء واقف شويه مش زي الايام اللي فاتت، كان الجو اتحسن شويه الفتره اللي فاتت، بس لاحظت ان في يعني في عدد كبير من اعضاء النادي خاصه عند دخولي من البوابه الرئيسيه لصباح اليوم. خلينا بقى نبدا معاكي باخبار النهارده، اخبار النادي الاهلي كل فرق الرياضيه المختلفه، والبدايه بالفريق الاول لكره السله سيدات. امبارح كنت في النادي ويمكن كان في مباراه وديه، دي المباراه الثالثه الودية الثالثة ضمن إطار أو برنامج الإعدادي للفريق قبل الموسم رسميا بقى. يعني دي المباراة الودية امبارح كانت مع نادي الجزيرة على صالة الشهداء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وانتهت لصالح فتيات أو سيدات كرة السلة بفارق 23 نقطة، وكانت المباراة شهدت تألق كبير من سيدات كرة السلة. يعني يمكن كابتن طارق خيري كنت بتكلم معاه وكان بيقول انه الفتره اللي جايه هيستمروا في تدريباتهم بشكل طبيعي جدا حتى يوم السبت القادم. يوم السبت ان شاء الله هيدخلوا في معسكر في مدينه اسكندريه، كان هو حيران بين تونس او اسكندريه ان هم يدخلوا معسكر لمده تقريبا اسبوع، ولكن في الاخر استقر على مدينه اسكندريه علشان كمان في خلال هذه الفتره يلعب كذا مباراه وديه مع نادي سموحه ومع نادي الاتحاد، يمكن كمان ممكن يبقى يعني ماتشين هنا وماتشين هنا علشان يستعدوا بقى بشكل قوي للموسم الجديد. الموسم الجديد هيبدا بشكل رسمي يوم 21 سبتمبر للنادي الاهلي، المباراه هتبقى ضمن بطوله منطقه القاهره مع البنك او مع مدينه نصر عفوا على صاله الشهداء الساعه 6 مساء ان شاء الله، وبعدها على طول هتبتدي المباراه او البطوله الثانيه بطوله دوري المرتبط وهتنطلق يوم 8 اكتوبر المقبل ان شاء الله. يعني يمكن امبارح وانا موجوده في النادي كانت وصل بالفعل خلاص محترفه الفريق المحترفه الامريكيه جامي نايد، هي كانت بتلعب في الدوري النيوزيلندي وخدت احسن او افضل لاعبه في البطوله، كان عندها حماس كبير. يمكن كنت بتكلم معاها كانت بتقول ان هي مبسوطه جدا ان هي موجوده هنا في النادي الاهلي ومتحمسه جدا ان هي ان شاء الله الموسم ده تحقق كل بطولات الموسم مع النادي. كمان يعني النهارده يمكن الكشف الطبي للاعيبه، من بعدها على طول هتبدا معاهم في التدريبات بشكل طبيعي، وكمان هتدخل معاهم المعسكر يوم السبت اللي جاي. وانا بتكلم مع كابتن طارق خيري كمان كان بياكد لي ان هو حريص جدا او دي طريقته في اللعب او يعني طريقته كمدير فني ان هو بيصعد لاعبات صغيرين من 16 ومن 18 سنه، ويمكن قالها بالظبط ان انا بحب اخد اللعيب وهو صغير علشان لحد ما يوصل للفريق الاول يبقى استوى تماما ويقدر ان هو يكون معايا بشكل قوي ويقدر ينافس، مفيش فرق بين اللاعب الكبير واللاعب الصغير. علشان كده كان حريص انه لعيبه النادي الاهلي اللي كانت معاره لنادي الشمس حبيبه حسن ترجع لمده 4 مواسم وتنضم لصفوف سيدات كره السله، كمان صعد من تحت 18 سنه ام فريق 18 سنه لاعبتين نرمين ايمن وجايده خالد، ونتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى شخصيا لكابتن طارق خيري كل التوفيق الفتره اللي جايه. منتخب مصر لشباب كرة اليد امبارح تأهل إلى النهائي الإفريقي بعد اكتساح برونزي بنتيجة 66-22 ضمن إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا برواندا. يعني يمكن المنتخب بيضم رباعي النادي الأهلي محمد صلاح، بلال إبراهيم، يوسف عبد الغني، ومعاذ عزب. كمان منتخب مصر لكرة الطائرة أنسات تحت 21 سنة تم تتويجهم أمس باللقب الأفريقي على حساب تونس في المباراة النهائية اللي جمعت بين الفريقين في تونس واللي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح منتخب مصر. المنتخب كان بيضم لاعبات النادي الأهلي نور إيهاب ومريم ثابت، وكمان مي غزال اللي خدت أحسن أو أفضل لاعبة في البطولة، ومي كان تم تصعيدها للفريق الأول في النادي الأهلي الموسم اللي فات. كمان آخر لاعبة كانت موجودة سلمى يوسف وخدت أفضل سنتر بلوك في البطولة، وكمان تم تصعيدها للموسم ده مع فتيات الذهب في النادي الأهلي.
اما تنس الطاوله بقى، منتخب تنس الطاوله رجال امس تم تاهيلهم للمباراه النهائيه من بطوله افريقيا بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجه 3-0 ضمن اطار نصف النهائي او المباراه نصف النهائيه، وبيضم المنتخب الرباعي الاهلاوي عمر عصر ومحمد البيلي، خالد عصر ومحمد عادل شومان. كمان سيدات تنس الطاوله برضو المنتخب مصر تم تاهيلهم امس الى نهائي بطوله افريقيا بعد الفوز على صاحب الارض المنتخب الجزائري بنتيجه 3-0 عشان يواجهوا بقى ان شاء الله في النهائي تونس باذن الله، وبتمنى لهم كل التوفيق. موجود في منتخب مصر لتنس الطاوله سيدات ثلاثي الاميرات الاهلاويه دينا مشرف، هانا جوده، والاء يحيى، بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق سواء في المباراه النهائيه لرجال تنس الطاوله او كمان سيدات تنس الطاوله. انا هوندي، دي كانت كل اخبارنا هنا من داخل مقر رئيس للنادي الاهلي بالجزيره، وانا موجوده معاكي لو في اي سؤال تاني. اتفضل. انا بشكرك جدا على التغطيه الاكثر من رائعه فعلا يا منى، ولو ان انت قلتي الجو حر ولسه كنا بنقول درجه الحراره 33، يعني المفروض ان هي تكون افضل شويه من الايام اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت، يعني هيبان بقى. مش عارفه، انا بنزل بدري واحنا بننزل بدري جدا، فالساعات الاولى من النهار دي ما بنقدرش برده نحكم عليها، بس انا حسيت ان الجو كويس الصبح بدري. على كل حال